السلام عليكم ومرحبا بكم في هذا الفيديو اللي تهضر على كيفاش ما تتخليوش ولادكم يكونوا من الناس الرابحين. انا جيهان العريشي، انا يا كوتش مدربة مدرسية وللاباء، وتنعاونكم باش تعاونوا ولادكم ان شاء الله يكونوا ناجحين في حياتهم. كل واحد في حياته ديالو تيبغي بانه الناس يبغيوه، الناس يعترفوا به بانه كلكان ديال اللي ذكي، اللي تيعرف يقرا، اللي تيعرف يدير الحاجات مزيان. والاطفال هما راهم محتاجين اكثر من الكبار باش الناس يعترفوا لهم بانهم يمكن لهم ينجحوا في حياتهم. المشكلة اللي تتوقع هي بانه تتهضروا بزاف قدام الاطفال ديالكم على السلبيات ديالهم وعلى الحاجات اللي تتخافوا عليهم، والاطفال تتأثروا بزاف من هذا الشيء. يعني تتبقاو تقولوا باغ اكزامبل هذا الطفل ديالي راه مزيان زعما انتليجون ذكي، ولكن خايفه عليه لما يدير هادي ولما ما ينجحش. الطفل ديالي تيدير هادي ولكن تيهضر بزاف في القسم. الطفل ديالي راه عنده هاد الحاجه اللي مزيانه ولكن هاد الحاجه خايفه عليه منه. تيقرا مزيان ولكن تيهضر بزاف في القسم. ديما تتهضروا على الحاجات اللي ماشي هما هادوك، وتيديروا بانه الطفل ديما تيقول مع راساتو الوالدين ديالي ماشي فرحانين بيا، ديما عندي شي حاجه اللي ماشي هي هذيك، وعلاش ما يمكن لهمش يبغيوني كيف ما انا. الحاجه اللي خاصها تكون زعما بشويه بشويه والله يحسن العوان، هي بانه ما تبقاوش تخمموا في بلاصه الطفل ديالكم، ما تبقاوش تبغيوه يدير داكشي اللي نتوما بغيتو. زعما فعاد ما تبقاو تخمموا في بلاصتو، خمموا معاه، شوفوا هو لا سوليوشن اللي باغي يديرها هو، عاد باش نتوما عطيو له الراي ديالكم. باغ اكزومبل عاوتاني حاجه اخرى اللي تدير بانه الطفل ما تيبقاش يبغي ينجح بزاف، هو بانه تتبغيو تعيشوا، تتبغيوه يعيش داكشي اللي نتوما ما عشتوش. باغ اكزومبل بغيتو يدير حسن مني، بغيتو يكون حسن مني، بغيتو يكون مهندس، بغيتو يكون طبيب، هو باقي ما عارفش راسو حتى شنو باغي يدير، وانتم بغيتوه يدير داكشي اللي انتم بغيتو ديرو، وداكشي اللي فينالمون هو تيقول مع راسه هو فينالمون انا ما بغيتش كاع هادشي هذا كله، بغيت غير نرضي والديا، ولكن هادشي هذا كله اللي هما باغيني انا ندير انا ما فياش. خليه هو يعيش الاحلام ديالو، الحاجات اللي هو باغي يدير، تبعوا معاه في الريتم ديالو هو، بلوتوكو خاصكم هو يتبع معاكم داكشي اللي نتوما ما عشتوش. دونك تقريبا فوالا ها كيفاش تتصرفوا باش الطفل ديالكم ما يتبعش داكشي اللي بغيتو. دونك خمو بزاف هادشي هذا اللي قلت لكم، وان شاء الله كتبوا لي ان كومونتير من تحت بوغ مي دوني فوتر افي. Thank you.